تعالوا نروح بقى على الاتحاد الدولي لكرة القدم. خبر تقيل قوي على قلبي يا جماعة. الزمالك اتعاقب لثلاث فترات، يعني إيقاف قيد نادي الزمالك لثلاث فترات، صيف شتاء صيف. ذنبنا ايه طيب؟ خليني اخد معايا على التليفون يعني الاستاذ احمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا استاذ يوسف، عامل ايه؟ خليك. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله، زي الفل الحمد لله. والله تمام. قلبي واجعني اصلا، انا زملكاوي فانا قلبي واجعني قوي. مش عارف اقرا الخبر. مش عارف، هو عندك حق طبعا، بس يعني ان شاء الله يعني المجلس كما وعد يعني واوفى من قبل في الايقاف اللي فات، ان شاء الله محلوله باذن الله، وجاري التفاوض مع المحامي اللاعب والموضوع. بس يمكن النهارده الخبر تم صياغته بشكل مختلف شويه، فكره ثلاث فترات قيد. هي فتره زي ثلاثه زي 10 يعني، مش هي دي الفكره. او الفكره ان وقف القيد مرتبط شرطيا مع التصالح مع اللاعب، سواء بسداد كامل قيمه الغرامه او بتقسيطها بموافقه اللاعب وجدولتها. طيب احنا دلوقتي مجلس اداره الموجود بيحاسب على فواتير مش بتاعته، بس لله الامر من قبل ومن بعد. المجلس مجلس في النهايه، ما ينفعش يقول ماليش دعوه باللي حصل قبل كده، صح؟ والله هو صح ومش صح برضه يعني. يعني اتمنى يكون في قانون يحاسب الادارات السابقه لاي مؤسسه على سوء التصرف. انا ما بقولش على القرارات، لان انت ممكن نتكلم على صفقات دي ممكن اي مجلس او اي اداره يعني بتتوفق فيها ما تتوفقش، مش يعني وارد. لكن كم الاهمال والتقصير في حته السداد المستحقات اللعيبه اللي بتمشي والمدربين اللي بتمشي، اعتقد ان هي كلفت النادي وكلفت الاقتصاد المصري كمان كم دولارات ويوروهات احنا في امس الحاجه ليها. يعني مش لاقي يعني. يمكن انت شفت امبارح سياده الرئيس وهو بيتكلم على طبعا الحوسبه واحتياجنا للدولارات، ان ده ممكن تبقى مورد جديد. تخيل احنا في ظل الكلام ده وبنرمي في الارض 2,400,000 يورو ولسه يعني الله اعلم مين تاني هيشتكي. هي دي اللي انا كنت اقولها، لان انهاء العقود كان بيتم بطريقه عشوائيه تماما. ده اللي انا كنت لسه هقول لك عليه، انه ده انا لسه في عندي يعني مثل هذه الحادثة قد يكون 2 و3 و4 و5 و10، فأنا مش عايز كل شوية أتعرض لعقوبة. يعني أنا يعني عارف أقول لحضرتك حاجة، أنت لما تيجي تنهي أي تعاقد بيبقى سهل قوي وقت الإنهاء، اللعيب عايز يرجع بلده أو عايز يمشي، فعايز ياخد جزء من مستحقاته وخلاص ويمضي لك مخالصة ويمشي. فكان يعني لو حسبتها حتى بالأرقام، الدعوة دي من يوم 2020 لما كان أصل المبلغ نفسه او اللي متبقي من الموسم للاعب لو ضربته في سعر اليورو وقتها كان الموضوع مثلا 10-12 مليون جنيه، النهارده الموضوع 130-140 مليون جنيه. تخيل التاخير والمماطله او ولو تشوف حكم المحكمه الرياضيه هتحزن اكتر يعني على كم الاستخفاف في انهاء التعاقد مع اللاعب، لدرجه يعني استفزت المحكمه نفسها وخلتها تصدر هذا الحكم. ده احنا نفتح بيهم مصنع ملابس رياضيه ابرك. اي حاجه في عندي انتاج ذاتي بتاع النادي يعني. بص نجيب ادويه للبلد، نجيب مواد غذائيه، نستثمرهم حتى لو هم كانوا للاستثمار في لعيبه او صفقات كان برضو افيد على المدى البعيد، لكن هنعمل ايه بقى يعني. طيب خليني بنؤكد برضو ان المجلس ان شاء الله يعني في يعني احنا لسه قدامنا 3 أو 4 شهور على فتره القيد اللي جايه، ومن هنا لوقتها باذن الله يكون الامور بقى افضل بكثير. هل في تصورات المجلس انه من الممكن التفاوض مع الفيفا على انه يبقى في اجراء ما، قرار ما نتخذه يبقى وانس اند فور اول فننجز القصه دي خالص علشان ما يبقاش في عندي طول الوقت نزيف؟ الفيفا خرجت منه الموضوع مع يعني القرار، قرار اللاعب ايا كان قرار اللاعب الفيفا بتلتزم بيه فورا. وهو مين اللاعب اللي اعرف افاوضه على حاجه زي كده؟ خالد بوطيب اللاعب المغربي. طبعا مبلغ كبير جدا جدا، زي ما استاذ عمرو ادهم قال يعني ان نفس اللاعب تعاقد بعد ما مشي من الزمالك بمرتب 18,000 يورو. فتخيل كده لما واحد بياخد 18,000 يورو هبطت عليه من السماء ثروه 2,400,000 يورو يعني. يلا هيلعب تاني ليه بقى؟ ده يريح. بالظبط، فانا اتمنى ان اللاعب يتفهم طبعا ظروف نادي الزمالك ويبقى في تفاوض. طبعا الشعب المغربي شعب شقيق وهو لاعب محترم ويعني ومارس حقه القانوني، انا مش عايز احمله اي اخطاء يعني. طبعا يبقى في نوع من الجدوله او التقسيط وربنا يسهل. ماشي، زي ما كنت بقول لك كده، هو يعني خبر تقيل حبتين على قلبي، بس مبسوط ان انا سمعت صوتك. اشكرك جدا 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 جدا، كل الشكر استاذ احمد سالم متحدثا باسم نادي الزمالك.